مساء الخير يا جماعة. النهاردة هنعمل محاكاة لمحاور المقطم كلها وإيه اللي بيحصل في أرض المقطم بالظبط، من طريق الكورنيش لمحور حسب الله الكفراوي لمحور رياس الرزق للكوبري الجديد اللي هو افتقاد عشرة تسعة. كل دوت هنعمل النهاردة محاكاة على جوجل إيرث، وكمان هنشوف الكلام دوت على الطبيعة وإيه اللي تم على الأرض الواقع. بس خلونا الأول قبل ما نبدأ نعمل سبسكرايب للقناة ونعمل شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. بص يا جماعة، اللي باللون الأصفر دوت الطريق الدائري، ده كده الطريق الدائري. نيجي بقى نعمل زوم كده على المقطم هنا كده، ده حي المقطم يا جماعة، كده اللي فوق ده كده حي المقطم. ننزل تحت كده مع بعضينا عند محور حسب الله الكفراوي اللي هو باللون الأخضر دوت كده، محور حسب الله الكفراوي. محور حسب الله الكفراوي بيبدأ هنا من شارع اللاسلكي عند مستوى 37 ويفضل طالع معانا كده، طالع مرورا بالدائري بكوبري هنا اسمه حسب الله الكفراوي لحد ما يوصل لحي الاسمرات هنا على مستوى 200 متر. ده كده حي الاسمرات اللي هو باللون اللبني دوت. احنا كده في حي الاسمرات. تيجي نشوف الكلام دوت على ارض الواقع، والكوبري دوت وصل لحد فين بالظبط، هو ايه الطريق دوت. بعد ما وصلنا لحي الاسمرات هنا، في عندنا هنا كده منطقه خدمات. منطقه الخدمات دي فيها ايه؟ دي اللي فيها المدينه الشبابيه الرياضيه بالاسمرات، وهنا في دايمون مول بيتبني. دايمون مول دوت ده اكبر مول في المقطم. تعال برضو نشوف برضو المول دوت على الارض الواقع وايه اخر الاعمال الانشائيه اللي ظهرت فيه لحد النهارده واللي اتعملت. تعالوا نشوف مع بعض كده. نيجي بقى نزوم مع بعضينا هنا كده عند أول شارع تسعة عند مستشفى مصر التخصصي. في كوبري هنا بيتعمل جديد اسمه كوبري تقاطع شارع تسعة مع شارع أحمد فؤاد نجم. الشارع دوت اسمه شارع أحمد فؤاد نجم اللي قدام بوابة الأسمرات. تعالوا نشوف الكوبري ده بردك ايه اللي حصل فيه وايه آخر الأعمال الإنشائية اللي فيه. هو غريبة على فكرة، الكوبري ده خلص. تعالوا نشوفه مع بعضينا. نيجي بقى لشارع تسعة في المقطم. ده شارع تسعة في المقطم يا جماعة. الشارع دوت تقريبا كده حوالي بتاع 9 كيلو، هنمشي حوالي 6 كيلو منه لحد هنا كده لحد ميدان النافورة. بعد كده هناخد شمال 270 متر، بعد كده شمال هناخد 800 متر غرب، هنوصل هنا بالظبط كده. دي يا جماعة النزلة بتاع صلاح سالم اللي بتنزلنا على السيدة عيشة اللي هي باللون الأزرق ديت. دي طبعا الطريق اللي هو مقفول اللي الناس كلها عمالة تتكلم عنه على النت. ده يا جماعة بداية محور الدكتور ياسر رزق. محور الدكتور ياسر رزق دوت طوله 9 كيلو، بيتقسم لجزئين. جزء منه 2 كيلو اللي هما جايين من عند سيد عائشة، من عند صلاح سالم، من عند القلعة لحد الصينية اللي هنا ديت، اللي هي بعد شارع تسعة في الآخر خالص بعد ما بناخد 800 متر اللي هما الغرب اللي هنا. بعد كده بيفضل ماشي معانا المحور
موازي لكورنيش المقطم من تحت اللي هو كورنيش الهضبة. نفضل ماشيين 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 لحد ما يوصل معانا هنا عند نفق الأسمرات. نفق الأسمرات مع تقاطع محور حسب الله الكفراوي، وقدامه هنا على طول كده دوت يا جماعة المحور بتاع سميرة موسى اللي جاي من التجمع. ده محور سميرة موسى اللي جاي من التجمع. نرجع للدكتور للمحور بتاع الدكتور ياسر رزق. احنا قلنا ان المحور بتاع الدكتور ياسر رزق بينقسم قسمين، قسم اللي هو 7 كيلو وقسم اللي هو ال 2 كيلو اللي هم بتوع صلاح سالم اللي هو طريق صلاح سالم المقطم. الجزء دوت اللي هو ال 2 كيلو دوت هيخلص ان شاء الله 30/8، 30/8 هيتم الانتهاء منه. طبعا بيتم ايه هنا بالظبط؟ تم توسيع الحارتين هنا، كل حاره 5 حارات مروريه، وتم اعاده تاهيل الطريق من الاول وجديد، وجاري العمل على باقي المحور. انتهاء المحور دوت اللي هو الجزء الثاني من المحور دوت اللي هو بتاع رئيس الرزق هينتهي ان شاء الله 30/12، 30/12 ان شاء الله باقي المحور هيخلص. نيجي بقى من عند بوابه الاسمرات هنا طريق الكورنيش الجديد. او انت من عند بوابه الاسمرات هنا كده قدامك على طول هنا مساكن النصر، و مساكن النصر. هتفضل ماشي على طول كده، على طول على طول هتاخد لحد طريق كورنيش المقطم الجديد. ده الطريق الكورنيش الجديد يا جماعه اللي بتعمل. كمان بيتم كمان الان كلام اللي هم هيعملوا هنا ربط بين المحور كورنيش المقطم ومحور رئاسة الرزق، هيعملوا طريق يربط ما بينهم الاثنين. كمان من يعني الحاجات المقترحه الفتره الجايه اللي ممكن يتعمل، اللي يتعمل ربط ما بين المقطم وطريق الاستيراد. طريق الاستيراد يا جماعه ده طريق الاستيراد اللي هو تحت دوت، وهنا ده الطريق الجديد بتاع دكتور ياسر رزق، ده الكورنيش المقطم. احتمال كبير جدا ان يبقى في مخطط هنا يربط محور الحضاره اللي هو تحت على طريق الاستيراد بطريق الهضبه اللي هو يبقى محور الدكتور ياسر رزق وكورنيش المقطم ان شاء الله. دي بالنسبة للأعمال الإنشائية اللي بتتم في المقطم النهاردة. متنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. شكرا لكم.